قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى هذا الأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وقد انتهينا فيه إلى علامات الساعة وأشراطها العظمى الكبرى التي يليها قيام الساعة. مر معنا من هذه الأشراط خروج المهدي وظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة. وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير من المفسرين، وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرجه أحمد في مسنده في تفسير هذه الآية، قال: هو خروج عيسى بن مريم، خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. قوله حكما يعني ينزل حاكما بهذه الشريعة. إذن في هذا الحديث دلالة على أن عيسى ابن مريم عليهما السلام ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة كما مر معنا. فيكسر الصليب، يكسر الصليب حقيقة، يكسر الصليب، وفي هذا إبطال لما يزعمه النصارى من تعظيم الصليب كما هو معلوم. وقوله ويضع الجزية، يضع الجزية، بينا هذا كله. قلنا يضع الجزية يعني، حد فاكر؟ إما الإسلام وإما القتل، ليس لهم خيار ثالث. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يده. قد تقرر في الإسلام أننا إذا حاربنا عدوا لنا من المشركين أن لهم خيارات ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، الإسلام أو الجزية أو القتال. لما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان ليس هناك جزية، إما أن يسلموا وإما أن يحاربوا ويقتلوا. طيب، بقيت معنا مسائل في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، في بعض صفة نزوله وكم يمكث في الأرض ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لأصحابه ويوضح لأمته
صفات، صفات الدجال، صفات عيسى حينما ينزل، وكم يمكث في الأرض، حتى يعرف الناس هذه الصفات فلا يلتبس عليهم الحق بالباطل. في هذه الأزمنة في أواخر الزمان، هذه أزمنة فتن تكثر فيها الفتن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه. ليس بيني وبين عيسى، يقول صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة، مربوع يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط، إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، في بعض الوقت ينزل بين مهرودتين، وسيأتي الحديث سنذكره إن شاء الله في بقية في نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وقد مر معنا أو مرت معنا الأحاديث، أحاديث المهدي وظهور المسيح الدجال، نشير خطوة بخطوة. يقول صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، والممصرة من الثياب هي التي فيها صفرة خفيفة، هي التي فيها صفرة خفيفة، وكذلك مهرودتين بنفس المعنى، ينزل بين مهرودتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام. كلام واضح، ليس يحتاج إلى تفسير. فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب يعني يكسره، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة. كل هذه إفادات من هذا الحديث، صفة عيسى وكيف ينزل، وأنه يهلك الله عز وجل، أن الله عز وجل يهلك على يديه كل الملل الموجودة إلا الإسلام، وأنه يقتل الدجال. كم يمكث عيسى بن مريم في الأرض؟ يمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون. حديث رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع. وورد في بعض الأحاديث في رواية عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أنه يتوفى بطيبة، توفى في المدينة، ويصلى عليه هناك، ويدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لما نأخذ العلامة الرابعة يأجوج ومأجوج سنذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النواس بن سمعان عند مسلم، يحكي لك القصة كلها، قصة نزول عيسى. هي الحديث ذكر من أول الدجال، لكن إحنا مر معنى الدجال وصفة الدجال والمهدي، ما يكون من الفتن والملاحم في آخر الزمان. العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق كثير لا يدين لأحد بقتالهم، وهذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يدين لأحد، يعني لا طاقة لأحد، يعني لا يستطيع أحد بيده أن يقاتل هؤلاء، لا يدين لأحد بقتالهم. قيل إنهم من ولد يافث، من ولد نوح عليه السلام، وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ينسلون يعني إيه؟ يسرعون في المشي، وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب وصوب يأتون، إذا رأيتهم كأنهم جماعات من النحل، من النمل، هذه تروح وهذه تجيء، ومن كثرتهم يتداخلون، يموجون بعضهم في بعض، هذا يروح وهذا يجيء وهذا يذهب وهذا يأتي، جماعة كثيرة يتحركون بشدة كأنهم جماعات من النحل. قال تعالى، واقترب الوعد الحق، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. طيب، قال بعض أهل العلم، سموا يأجوج ومأجوج، لماذا سموا بهذا الاسم؟ لماذا هذه التسمية يأجوج ومأجوج؟ سموا بهذا من الأجيج، الأجيج، أجيج النار، لأن النار إذا أضرمت اضطربت، إذا أضرمت النار وأوقدت اضطربت، وصار لهبها يتداخل بعضه في بعض. شوف الآية بتقول إيه؟ وهم من كل حدب ينسلون. وسأقرأ معك بعض الأحاديث التي تبين صفة يأجوج ومأجوج ونحو ذلك. إذا قالوا يأجوج ومأجوج من الأجيج، يعني أجيج النار، لهب النار حينما يتداخل بعضه في بعض، وهذا لكثرتهم ولكثرة وسرعة سعيهم في الأرض.
وأخرج الشيخان الحديث عندك في الكتاب من عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج، في قصة ذي القرنين يقول لما استعانوا به على يأجوج ومأجوج قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. ماذا فعل؟ قال: أتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قضبان الحديد جاء بها فأسالها، ثم أفرغ عليها من النحاس حتى جعل هذا السد، وهم في كل يوم ينقبون هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يعلو عليه ويصعدوا من فوقه، وما استطاعوا له نقبة، يعني يحفرون من تحت الأرض، لا استطاعوا أن يقفزوا من فوقه ولا أن يمروا من تحته، لكنهم في كل يوم يعودون عند غروب الشمس، وقد فتحوا قليلا وقد كلوا وتعبوا، فيقولون: نستأنف من الغد، فيعودوا من الغد كما كان، وكأنه ليس لهم فيه أي عمل. واضح؟ لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. طيب، يأجوج ومأجوج قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم في القرآن وهم موجودون، ويأذن الله عز وجل بخروجهم في آخر الزمان، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فأين يأجوج ومأجوج؟ هذه شبهة يتكلم فيها بعض الناس، يقول: الأرض كلها اكتشفت، مسحت دلوقتي، ما فيش شبر على الأرض إلا والأقمار الصناعية رصدها، فين يأجوج ومأجوج؟ أين يأجوج ومأجوج؟ في أقمار صناعية، وكلكم عارف دلوقتي في جوجل وجوجل إيرث وهذه التكنولوجيا التي يتنظر الناس بها، بل إنهم عبدوا هذه التكنولوجيا، مش كده؟ يعني أغرت عقول هؤلاء حتى يعني حكموا العلم على كل شيء. وليس من جواب على هذه الشبهة إلا ضعف الإنسان، وأن هناك أشياء كثيرة لم تكتشف بعد، والإنسان لا يزال يكتشف في كل يوم، وهذا علم الله عز وجل يأذن للناس في أن يعلموه. في سؤال ورد ظننا هناك بعض الأسئلة، سؤال من المرة السابقة له علاقة بهذه أو بهذا الموضوع، يعني هذه الاكتشافات الحديثة التي في كل يوم تكتشف تدل على عجز الإنسان وعلى ضعفه، وأنه يعني لا يعلم شيئا، وأن علمه في ملكوت الله عز وجل كلا شيء، والله عز وجل هو الذي يأذن للإنسان بأن يتعلم هذا العلم، ثم يأتي الإنسان بهذا العلم ويحاج الله عز وجل ويجعل لله عز وجل أندادا. فسبحان الله، هذا من عجز البشر وهيمنة الله سبحانه وتعالى في ملكه. طيب، نقرأ نصف الحديث، حديث النواس بن سمعان، حتى تعرف القصة، قصة نزول عيسى بن مريم وكيف ينزل وخروج يأجوج ومأجوج ونحو ذلك. أول ما ذكر الدجال وصفة الدجال وغير ذلك، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، قال: فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، إلى أن قال، قصة بقى قصة الدجال ونزول الدجال وغير ذلك، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل عند المنارة البيضاء، شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبوة، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، مهرودتين يعني ايه؟ ها؟ ممصرتين يعني الايه؟ ممصرتين يعني ايه؟ الثياب التي لونها يميل الى الصفرة، خلاص؟ واضعا كفيه على أجنحة ملكين،
إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه كأنه يقطر منه الإيه؟ الماء. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يطلب مين؟ الدجال. المسيح عيسى ابن مريم يطلب من؟ يطلب الدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. حرز عبادي يعني إيه؟ اجعلهم في حرز. فين؟ في الطور، عند جبل الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج. مين هم العباد دول؟ يأجوج ومأجوج. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. يأتون على ماء البحيرة كله. ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء. يعني احنا فاكرين ان كان في هنا في هذه البحيرة ماء. يمر أولهم، يأتي الآخر فلا يجد الماء. شوف، يأكلون الأخضر واليابس. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. هيروحوا فين؟ الله عز وجل يقول: لا يدان لأحد بقتالهم. واضح؟ ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. وفي بعض الروايات: لم يبقى إلا رجل في حصن أو في مدينة. يعني يتحرز الناس، كل الناس يعني يتحرزون من هؤلاء القوم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى. ما الحل؟ ما الحل؟ لا يدان لأحد بقتالهما. ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. يرغبون إلى الله، يدعون الله عز وجل، يبتهلون إليه. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف هذا دود يخرج في أنوف الإبل والغنم فيموتون. هذا دود يبعثه الله عز وجل في رقاب هؤلاء، في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فرسا يعني قتلى، صرعى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه. في بعض الروايات أنهم يبعثون لا يسمعون حسا، خلاص ما عادوش سمعين. ده دول من كل حدب ينسلون ويأتون ويشربون مئات البحيرات ويأكلون الأخضر واليابس ولا يدعون شيئا. مرة واحدة لا يسمعون حسا. قال: فيبعثون رجل منهم قد وطن نفسه على الموت، واحد طالع يكتشف المسألة، قائل يعني ظن أنه إذا خرج لن يرجع. ماشي، في هذا ورد في بعض الروايات. فيخرج فيجدهم جميعا إيه؟ موتى. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. زهم الريحة، الرائحة التي تخرج منه، ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. هيموتوا من نتن هؤلاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت اللي هي الإيه؟ جمال. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة. الزلفة يعني ملساء. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها. القشرة بتاعت الرمانة يستظلون بها. شوف البركة. ويبارك في الرسل، حتى إن اللقحة من الإبل، الرسل اللي هو الحلبة من اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من
الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. يرسل الله عز وجل هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون في الأرض تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. هذا حديث عظيم من جوامع النبي صلى الله عليه وسلم، يبين ما الذي يكون من أحداث في آخر الزمان. طيب، هؤلاء من طغيانهم يأجوج ومأجوج يأتون على البحيرة ويشربونها ويأكلون الأخضر وكل شيء على الأرض ويجوبون الأرض من كل حدب ينسلون. لما تحصن الناس في حصونهم ظن هؤلاء أنهم يعني خلاص يعني أهلكوا أهل الأرض جميعا، فيقول أحدهم قد فرغنا من أهل الأرض بقي أهل السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيهز أحدهم حربته ثم يرمي بها في السماء فترجع إليه مخضبة دما، ترجع عليها أثر إيه؟ عليها دم، فتنة لهم. بقي يقول قال هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء، ثم قال يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم الحديث. هذه رواية أخرى تبين كيف طغيان هؤلاء والشر الذي هم عليه. العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة كما صحت بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وذو السويقتين تصغير ساقي الإنسان لرقتهما، إذا كانت ساق الإنسان رقيقة ضعيفة يعني كده صغيرة سمي بهذا. قال أهل العلم وهذه صفة سوق السودان، مش السودان اللي هي السودان يعني السود من الناس يعني يقصدون، واضح؟ السود من الناس هذه صفتهم على الغالب، يعني أنك ترى أن ساق هؤلاء دقيقة. وروى الإمام أحمد بسنده أو بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. هذا أيضا مما يكون، وهذه علامة من علامات قرب قيام الساعة، وهو هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله. يبايع لرجل بين الركن والمقام، قالوا هو إما أن يكون مين؟ المهدي، وإما أن يكون غيره، على أي حال يعني ليس يجزم أهل العلم بهذا. قال صلى الله عليه وسلم ولن يستحل البيت إلا أهله، إلا أهله، لن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. يعني أول من يستحل البيت أهل البيت أنفسهم، مش حد غريب يأتي من الخارج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة. يعني مش أول ما يأتي الحبشة ويعتدون على البيت، لا، أهل البيت أنفسهم هم الذين يعني يعتدون على البيت. ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة وهو في الصحيحة للألباني رحمه الله. نرجع للحديث الذي معنا، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها. ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع. أصيلع يعني تصغير إيه؟ أصلع. أفيدع يعني أفيدع؟ تصغير أفدع، العوج الذي يكون في المفاصل، مفاصل الرجل، واضح؟ شوف حتى هذا الذي يخرب الكعبة يصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أصيلع أفيدع، يضرب عليها بمسحاته. المسحاة زي المجرفة كده، المسحاة المجرفة، هذا الجروف الذي يضعه الإنسان في الأرض ويطأه برجله حتى يحفر به الايه الأرض، عارف. ومعوله، المعول معروف الذي يعني يهدم به ويضرب به البنيان. إذن هذه هي العلامة الخامسة، هدم الكعبة وسلب حليها. العلامة السادسة الدخان، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب، يعني هذا سيكون فيما سيأتي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. مبين يعني إيه؟ يعني بين، واضح، ظاهر، لا يختلف في رؤيته إيه؟ الناس. يوم تأتي السماء بدخان مبين يراه كل أحد، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ومن السنة حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة الحديث. إذن هذه أيضا علامة، وهي العلامة السادسة التي تكون قرب قيام الساعة، وهي هذا الدخان الذي أخبر عنه الله عز وجل في كتابه، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في الصحيح. العلامة السابعة رفع القرآن من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة. فقد أخرج ابن ماجة والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرع ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. إذا القرآن في آخر الزمان، كما أن الكعبة تهدم، القرآن أيضا في آخر الزمان يرفع، يرفع ما في الصدور وما في السطور، لا يبقى منه حرف في قرطاس ولا في ورقة ولا في نحو ذلك، ولا يبقى منه حرف في صدور الناس أيضا، لا يبقى شيء من القرآن، يرفع في آخر الزمان. وقد دلت على هذا السنة، وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يدرس الإسلام يعني إيه؟ إيه؟ ينمحي، تنمحي معالمه. يدرس يعني تنمحي، كما يدرس وشي الثوب. شوف التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وشي الثوب اللي هو إيه؟ الرسم الذي يكون على الثوب، الرسم الذي يكون نقش الثوب، النقش، العلامات، الخطوط أو نحو ذلك، كل هذا يعني يدرس، ينمحي من على الثوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني تنمحي معالمه حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه أهل. العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، والعلامة التاسعة خروج الدابة، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يختلف العلماء في الترتيب، بعضهم يقول الدابة الأول قبل خروج الشمس من مغربها، والبعض الثاني يقول خروج الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، هذا يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فتخرج الإيه؟ الدابة، تسم الناس على خراطيمهم، يعني تميز بين الناس مؤمن والكافر، ويتعرف هذا الذي وسم أنه كافر يعرفه الناس جميعا على ما سيأتي. المهم أنه يعني قال صلى الله عليه وسلم: أيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. إذن ليس يفيدك شيء أن تقول يعني هذه مسألة ليست يعني مما يكثر يعني البحث فيه، وإن كان العلماء قد بعض العلماء قد مال إلى هذا، وبعض العلماء قد مال إلى هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك، إلى أن بعض آيات ربك، بعض آيات ربك الواردة يعني في السورة، هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. نعم قد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لدرجة أن هذا شبه إجماع جمهور المفسرين على هذا، أن المراد بهذه الآية هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أن
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا، ذلك حين طلوع الشمس من مغربها. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب، كلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا حتى تطلع الشمس نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذلك أن يعني قبل مغرب الشمس باب عرضه 70 سنة لا يغلق إلا حينما تطلع الشمس من الغرب، يغلق هذا الباب. لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع الإنسان إيمانه في هذا الموطن، كما أنه لا ينفعه إيمانه حين تغرغر نفسه بالموت. وانظر إلى الشبه، وجه الشبه بين هذا وذاك. يقول أهل العلم: لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع. تخيل الناس إن الشمس تطلع، أول ما تطلع ما تطلعش من الشرق، تطلع من الغرب. إيه اللي يحصل للناس؟ ما الذي يحدث للناس في هذا؟ فزع، فزع. وأي فزع؟ يخافون. ده أنت بتسمع شوية رعد، شوية برق، شيء من التغير في الكون فتخاف، يهيج البحر، تخف مرعوب. تخيل الشمس تطلع من المغرب. إذن يخلص إلى قلوب الناس من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من الشهوات، وتفتر كل الدواعي للمعصية، وكأنهم في حال الموت. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفع التوبة حين تغرغر النفس؟ يعني أن الإنسان إذا أتاه الموت وغرغر بنفسه في هذا الموطن لا تنفعه التوبة. إذن في هذا الموطن أيضا أشبه ما يكون بموطن الموت، وكأن الناس سكارى من هذه، من هول هذه العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى قريبة من قيام الساعة. إذن من تاب في هذه الحال لا ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني لو أحدث إنسان كان على الكفر أحدث الإيمان لا ينفعه تبون مسلم، إما أن يكون على خير فهذا يظل على الخير، وهذا يكون في خير عظيم لأنه كان في صلاح، لأنه كان في صلاح. أما الذي كان على الذنوب والمعاصي ونحو ذلك فإنه أيضا لا تنفعه التوبة بنص الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا الذي لم يكسب في إيمانه، يعني هو مع إيمانه مقيم على الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. إذا كان لم يكسب خيرا وجاءت هذه الآية والعلامة، طلعت الشمس من مغربها، لا تنفعه التوبة من ذنوبه وعصيانه وإصراره. أما الذي كان على خير وصلاح ونحو ذلك فإنه يظل على ذاك الخير. يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول رحمه الله: لأن هذا إيمان اضطراري، إيمان اضطراري، آية تخضع لها الأعناق. الشمس طلعت من مغربها، شيء تغير، وهذه أول الآيات الكونية التي تحدث، أول تغير الأشياء الكونية. وخروج الدابة أول الآيات الأرضية، كما قال أهل العلم خروج الدابة على الناس ضحى تكلمهم شيء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. آيات عظيمة، دابة تخرج تكلم الناس، ما فيش بقى لا سحر ولا خيال ولا يدعك في عينه ولا لا شيء من هذا، دابة تخرج تكلم الناس، آية. وهذه أول الآيات الأرضية، آية عظيمة، يخاف الناس خوفا عظيما. ثم هذه الدابة لا تتكلم بأي كلام، تتكلم بإيه؟ تتكلم بالحق، تسم الناس على خراطيمهم، هذا مؤمن وهذا كافر، كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن خروج الدابة أول الآيات الإيه؟ الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية. يقول السعدي رحمه الله: لأن هذا إيمان اضطراري ولا ينفع الإنسان إلا الإيمان الاختياري،
الإيمان بالغيب. العلامة التاسعة خروج الدابة، وهي مخلوق عظيم. قيل، ولما يقول لك قيل تعرف ان فيها اقوال كتير والعلماء يختلفون فيها. قيل ان طولها 60 ذراعا ذات قوائم ووبر، وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات، لكن كل هذا لا يعنينا. الله عز وجل أخبر بها في كتابه على أي هيئة خرجت، المهم أنها تكلم الناس، وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل يوم القيامة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وقلنا إن سبب هذا أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله، كما بيّن أهل العلم أن هذه أمور خارقة للعادة، سواء تكليم الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فهذه آيات يذهل معها الناس. أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. خراطيمهم يعني إيه؟ على أنوفهم تسم الناس. عارف الوسم؟ عارف الوسم؟ الإيه؟ من السماء. يعني إيه؟ علامة، كأنه كوية، كأنه يكوى، يعني مش عارف مساحة ولا وسم على خراطيمه، يعني كأنه كي على أنفه. ثم يعمرون فيكم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. يعني هيعيشوا على هذا فترة بهذا الوسم الذي على أنوفهم، حتى يشتري الرجل البعير فيأتي صاحبه فيقول له: ممن اشتريت هذا البعير؟ فيقول: من الرجل الايه؟ المخطم. لا، الرجل الذي به وسم على أنفه. العلامة العاشرة خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر العلامات العظام، وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم وفيه: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية من حديث حذيفة: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، يعني تجعل الناس يضطرون اضطرارا إلى الخروج، يرحلون من عدن، من اليمن، يخرجون إلى أرض المحشر. فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها، فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى. وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام، فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. وقد مر هذا معنا. هذا آخر هذا المبحث من أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، وبينا فيه هذه العلامات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. المبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه. وبحث هذا الموضوع يتم من خلال 3 مطالب. المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة، وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور، من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. طيب، قوله إذا أقعد، هذه كثير من الناس يفهمها، حتى الذين يدفنون في زماننا يقولون: إذا أقعد إذن ضعه في القبر ورجلاه إلى اتجاه القبلة. والصحيح أنه يدفن على شقه الأيمن وصدره إلى جهة القبلة، هذا الصحيح، السنة في الدفن. لكنهم لما فهموا هذا إذا أقعد المؤمن ويسأله
الملكان. إذن هو جالس هكذا يقوم يقعد، إذا رجله حتى يكون صدره في اتجاه القبلة يبقى احنا ندفنه ورجله إلى. طب وانت مين قالك ان هذا القعود الذي تعرفه؟ انت في حالة تانية خالص، انت في احوال الدنيا، الدنيا لها احوال والبرزخ له احوال، ويوم اليوم الاخر يوم القيامة له احوال اخرى، فلا تسأل عن مثل هذا ولا تكيفه بعقلك. هو يقعد، كيف يقعد؟ طب كيف يفسح له في قبره؟ طب إذا دفن الرجل في شق أو في لحد، طب ده هو بالضبط هكذا على قدره، وتوضع خلف ظهره اللبنات حتى لا ينكفئ أو لا ينقلب على ظهره، ثم يسد القبر على نحو ليس فيه جلوس، ولا تفكر بعقلك تقول كيف يجلس وكيف يوسع له في قبره ونحو ذلك. إذا ندفن على السنة ولا نكيف، نقول إذا قعد فيكون إيه؟ صدره تجاه القبلة، هذا ليس بصحيح. إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى فحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا موطن الشاهد من هذه الآية. ويوم تقوم الساعة، إذن هذا الحال في الإيه؟ في البرزخ، يعرضون على النار غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا الآيات كثيرة في إثبات عذاب القبر، وكذلك من السنة عذاب القبر ونعيم، مثل قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الآيات كثيرة. قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. قال الحافظ ابن كثير وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر، على عذاب البرزخ في القبور، كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر. فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية بالجوع وعذاب القبر، الجوع يعني نوع من العذاب. كذلك السلف كثيرا ما كانوا يفسرون الآيات ببعض أجناسها، يفسرون الشيء ببعض أجناسه، الجوع نوع يعني من العذاب، ما هو الجوع عذاب في الدنيا. لذلك تجد عبارات السلف إذا تنوعت فإنها كلها تصب في معنى واحد، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وعن قتادة قال عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، في اختلاف؟ ما فيش اختلاف، عذاب الدنيا ومنه الجوع ونحو ذلك، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا مقعدك، هيشوفه بس هيشوف مقعده من الجنة وخلاص، يبقى فيه كده ذل ليه، هذا مقعده من الجنة ويظل يتنعم من الجنة إلى أن تقوم الساعة. والآخر خلاص يشوف العذاب كده وخلاص، يشوف مقعده من النار وفقط، لا يشوف مقعده من النار ويعذب والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والأحاديث أيضا كثيرة تستطيع أن يعني تأتي أنت من السنة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث المعروف. إذا الآيات والأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة، ولا حجة لأحد في إنكار هذا إلا رد نصوص الكتاب والسنة، فهذا ظاهر لا يكاد ينكره عاقل. المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. تكلم في هذا عن تقرير أهل السنة والجماعة لهذه المسألة، وأن العذاب إما أن يكون على الروح فقط أو يكون على الروح والجسد مجتمعين. وذكر المصنفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا نعال، شوف وإنه لا يسمع، فاكر لما كنا نتكلم في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وذكرنا بعض القريب منها بعض هذه الأشياء، وإنه لا يسمع، والسمع من أداة إيه؟ ها؟ الجسد، مش كده؟
وإنه لا يسمع قرعا عالم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، صلى الله السلام والعافية، الثقلين الإنس والجن. وفي حديث البراء بن عازب الطويل للعبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، الحديث الذي تعرفونه، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ الحديث. فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في القبر، إن العبد، دلالة ظاهرة على هذا. اللفظ العبد مسمى للروح والإيه؟ والجسد. إحنا قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، مسمى للروح والجسد جميعا. وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال صريح دي، كما في حديث البراء بن عازب هذا، مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ من صفات الجسد، فقوله: يسمع قرعا نعالهم، والسمع من 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 صفات الجسد، فيقعدانه ويضرب بمطارق فيصيح صيحة يصيح. فإن هذا كله يفيد بأن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعا. طيب، هذا في إثبات على أن الذي يحصل في القبر يكون للروح والإيه؟ والجسد. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، أنه قال: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم، الشهداء جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. إذن ده نعيم لإيه؟ للروح. جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. إذن هذا نعيم يكون للإيه؟ للروح دون الإيه؟ الجسد. فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا، وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة وذكر القول ولا يحتاج إلى تفصيل. المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير. دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، أو قال أحدكم: إذا قبر أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان، وفي بعض الروايات فينتهرانه، فينتهرانه. شوف، تخيل ملك يأتيك وأنت في هذه الحالة من الضعف والمسكنة وغاية ما تكون من الفقر حين توضع في القبر، ويأتيك هذان الملكان على هذه الصفة، أسودان أزرقان ينتهرانك، يقولان لك: ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله على نبينا محمد؟ فيقول: ما كان يقول، يعني يوفق لما كان يقوله فيه الدنيا، فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنت الآن تستطيع أن تقولها بسهولة وبيسر، لكن في هذا الموطن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. لا حيلة للإنسان، الإنسان في هذا الوقت مع هذه الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها فتنة. لماذا؟ الإنسان فيها ضعيف مسكين فقير، ويأتيه الملكان على هذه الصورة وعلى هذا النحو ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ أجب. فالإنسان يخاف ويرتعد، وقد يرتبك وقد ينسى كل ما كان يعني في باله في الدنيا. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياه. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. شوف هذه كرامة، كيف يفسح؟ ما تفكرش. وهل يرى الناس هذه الفسحة؟ لا يرى الناس، قبور تفتح وليس فيها فسحة، مش كده؟ فالإنسان لا يعارض بعقله مثل هذه الأمور، ولا يقول: يقعد كيف يقعد، طيب يجلس، طيب يفسح كيف يفسح.
الإنسان إذا أعمل عقله في مثل هذا ولا طاقة لعقل الإنسان، هذه حدود العقل يقف عندها لأنه لا طاقة له بها. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك فيقال للأرض التئم عليه، فتلتئم الأرض فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبولين وكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق. بقيت مسألة في هذا المبحث الثاني، قالوا وقد اختلف العلماء، هذه مسألة، هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم، والذي يظهر من النصوص عدم اقتصاص هذه الأمة به، بل هو عام في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، المبحث الثالث، الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. المطلب الأول، معنى البعث وحقيقته. البعث في كلام العرب يأتي على وجهين، أحدهما الإرسال، ومنه قوله تعالى ثم بعثنا من بعده موسى، يعني أرسلنا موسى. طيب، هذا المعنى مطلوب؟ هو المعنى الذي نحتاجه؟ هو المعنى الذي عندنا؟ لا، لكن هو يقول هذا معنى البعث في كلام العرب. الثاني، الإثارة والتحريك. تقول بعثت البعير فانبعث، أي أثرته فثار، أثرت البعير فثار وتحرك. ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم. والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. حقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها، يجمع الأجساد التي تحللت والتي تفتتت والتي صارت ترابا، واختلفت ذرات هذا التراب في كل بقاع الأرض، الله عز وجل يجمعها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو خلق الإنسان من عدم، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعه ليوم الجمع. ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء، لفصل القضاء بين العباد. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، أنه لم يخلق الخلق سدى وهملا، فكل إنسان يجازى على عمله. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر حديث الرجل الذي حضره الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا، يعني أوقدوا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله، قال انظروا يوما شديد الرياح وبعدما تحرقوني إيتوا بهذه الذرات التي تفتتت من اللحم والعظم وصارت رمادا من أثر الحرق، فانظروا عند اليم عند البحر في يوم شديد الرياح فذروني في الرياح. شوف ذرات عند البحر تأتي الريح فتنثرها في كل مكان. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، فغفر الله عز وجل له، خاف من الله عز وجل ففعل هذا. فسأله الله تبارك وتعالى وهو أعلم لما فعلت هذا، ما حملك على هذا؟ قال من خشيتك،
فغفر الله عز وجل له. فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع عروفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها بعد أن تجتمع، يعيد الله تبارك وتعالى الأرواح. فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، كيف يكون هذا البعث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. شوف كما ينبت العشب، انظر إلى الماء ينزل من السماء فينزل على يعني الأرض فتنبت، يخرج النبات يشق الأرض ويخرج من الأرض. وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، قال: 40 يوما. قال: 40 يوما؟ هذا سؤال. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أبيت، يعني أنا أمتنع عن الإجابة عن مثل هذا. 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، كل هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ويقال عجم الذنب أيضا، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. العظم الذي يكون في آخر الفقرات، في العصعوص، آخر عظمة في الفقرات، فقرات ظهر الإنسان. فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 بين النفختين، النفختين اللي هم نفخة الإماتة ونفخة البعث. ولم يجزم الراوي بتحديد 40 ما هي، وهل المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة، على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء، جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسامهم إلا عجب الذنب. وهذا بخلاف الأنبياء، فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره، فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته، والله أعلم. المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من يبعث أو في أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. يفيق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصعقة، يقول: فأجد موسى آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. موسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله عز وجل صعق، خر موسى صاعقة، الجبل اندك وخر موسى صاعقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأفيق فأجد أول من، يعني أول ما تقع عين النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على موسى آخذ بقوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش. يقول: فلا أدري أفاق قبلي، يعني أفاق من الصاعقة قبلي، أم جوزية بصاعقة الطور. ويقول في حديث أبي سعيد في الصحيحين: فأكون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض. فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث. كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث، وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه. ولهذا قال الله تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه:
بابتداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن الإعادة أهون من الإنشاء. الله عز وجل الذي خلق الإنسان من طين، خلق آدم من طين، من تراب ثم من طين، وباشر الله عز وجل خلق آدم بيده وسواه ونفخ فيه من روحه فكان بشرا سويا. هذا شيء عظيم من عظيم قدرة الله عز وجل، خلق البشر. فإحياء الموتى أهون على الله تبارك وتعالى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر إلى قوله: وهو أهون عليه، أهون من إنشاء الخلق أول مرة. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع رده، وهو دليل لا يستطيع رده. هذا آخر هذا المطلب، ويأتي معنا إن شاء الله المطلب الثالث وهو الحشر، نقف عنده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.